أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من زور بروكرز. محدثكم عصام اسطنبولي، تاريخ 12/9/2019، الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. من الناحية الإخبارية ليس لدينا أي أخبار على الرزنامة الاقتصادية اليوم، ولكن من الناحية السياسية فإن مصادر حكومية أكدت أن استئناف أعمال البرلمان غير ممكن حتى تبت المحكمة العليا في لندن خلال الأسبوع المقبل في طعن ستقدمه الحكومة ضد القرار القضائي الصادر بالأمس. ومن المفترض أن يستمر التعطيل لمدة 5 أسابيع، حيث أنه بدأ في تاريخ 10/9/2019. وقال القضاة في المحكمة الإسكتلندية أن جونسون يحاول منع أعضاء البرلمان من مراقبة خطط الحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن فترة التعطيل هذه لا تكون في العادة بهذا الطول، أي 5 أسابيع، ولم يكن القرار أصلا متوقعا إذ أخذنا في الحسبان الأزمة السياسية بشأن البريكزيت التي تتصاعد وتيرتها وصولا إلى موعد انتهاء التمديد في تاريخ 31/10 الحالي أو شهر 10 القادم، عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي. ووصف بعض زعماء المعارضة الخطوة التي اتخذها جونسون بأنها سحق للديمقراطية واستيلاء عليها. أما من الناحية التقنية، نلاحظ أن الجنيه الاسترليني يتداول حتى الآن داخل المنطقة المحورية ما بين مستوى 23/20 ومستوى 23/35، الأمر الذي يضفي صورة عدم اليقين في حركة الجنيه الاسترليني. ولكن كسر مستوى 23/35 قد يدفع الأسعار بالوصول إلى مستويات 23/80، وكسر مستوى 23/90 قد يدفع الأسعار بالوصول إلى مستوى 24/40 تقريبا، وكسر مستوى 23/20 يعزز المخاسر للوصول إلى مستوى 22/75، وكسر مستوى 22/60 يعزز المخاسر للوصول إلى مستوى 22/20. لابد من أخذ الحيطة والحذر بالنسبة للتداولات الاسترليني بشكل عام، لأن التصريحات السياسية قد تصدر في أي لحظة. كان معكم عصام اسطنبولي في التقرير اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.